خير إن شاء الله. وين رايحة من صباح الله خير؟ هلا يا خالتي، راح المستشفى. أي مستشفى؟ مستشفى يا خالتي، مستشفى. ولا نسيتي إني دكتورة؟ لا ما نسيت، بس أفهم من كلامك إنك رجعتي تتطوعين عشان الكورونا؟ لا لا، التطوع موضوع ثاني. أنا رايحة مكتبي، رايحة قسمي اللي أشتغل فيه. طيب مشاعل، بما إنك رايحة المستشفى تقدرين تشوفين سارة؟ والله يا خالتي أتوقع صعب إني أقدر أدخل الحجر الصحي، بس أوعدك إني أسأل عنها وأطمن عليها. طيب تقدرين تاخذيني معك؟ ودي أشوفها. وين أخذك يا خالتي؟ مستحيل يخلونك تدخلين تشوفينها. لا لا، راح يدخلوني. أنا شفت ناس كثير قاعدين يشوفون عيالهم من بعيد عن طريق الفيديوهات. أنا راضية إن شاء الله أشوفها من الشباك. تكفين يا بنتي، حتى لو يخلوني من باب المستشفى ما حد مشكلة، بس بشوف سارة قلبي متقطع عليها يا مشاعل. طيب طيب يا خالتي روحي البسي. يعني تقدرين تخليني أشوفها؟ راح أحاول، بس ها ما أوعدك. خلاص خمس دقائق أقل، بس أغير ملابسي وأجيك، ما أطول عليك. عمتي خير، وش فيك؟ تقطع على سارة، شفتها اليوم. صدق؟ وين؟ رحت المستشفى. طمنيني عنها. ما أدري، ما قدرت أدخل، شفتها من مسافة بعيدة مثل مزاجي. كنت واقفة بعيد وهي كانت واقفة فوق جنب الشباك. سارة تغير شكلها يا عهود، وجهها أصفر وبين عليها تعبانة وحتى ما تنام. أنا ما أدري حتى عن نكلة إذا كانت تأكل أصلاً ولا لا.